أهلا بكم من جديد السيدات والسادة، وصلنا مع حضراتكم إلى هذه الفقرة الحوارية التي نتحدث فيها عن رعاية الطلاب في منطقة أسوان الأزهرية. ورعاية الطلاب من الإدارات المهمة جدا التي تقوم بمجهود رائع داخل المناطق الأزهرية المختلفة، وتقدم عددا من الأنشطة للطلبة والطالبات. نتعرف على هذه التفاصيل مع ضيفي الدكتور محمد منير حسين. حسن حسين ولا حسين. حسين حسين دكتور محمد منير حسين، مدير إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسوان الأزهرية. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك دكتور، نورتنا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنتم بخير، والأمة الإسلامية كلها بخير وصحة وسعادة كده إن شاء الله بأمين. وأنا متشكر على هذه الاستضافة، وعلى أوضح وأبين ضوء أهمية إدارة رعاية الطلاب. اتفضل. أنا هاخد من كلام حضرتك إن فعلا إدارة رعاية الطلاب يعني تعتبر من الإدارات المهمة جدا في الأزهر الشريف، لأن هي تعتبر إدارة محورية، حلقة ربط بين الإدارات وبعضها، وبين الإدارات والمعاهد الأزهرية، وبين داخل المعاهد بين الطلبة والمعلمين، وبين المعلمين والإدارة، وبين الطلاب والإدارة. إدارة رعاية الطلاب منوطة بتقديم جميع الأنشطة الطلابية، تتمثل في الأنشطة الرياضية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية، إقامة الندوات والاحتفالات القومية. في برضو جزء ثاني يعني ممكن البعض يعني غفله، اللي هو تقديم المساعدات للطلاب الغير قادرين. عندنا صندوق برضو داخل ده، صندوق الخدمات التعاونية. طب ضوء جاي أهمية الإدارة من إيه؟ اللي إحنا بنحاول نعمل شغل وقت فراغ الطلاب. يعني الطلاب لو إحنا سبناهم كده ما شغلناش وقت فراغهم، أكيد إحنا شايفين الوضع الحالي وأبنائنا الطلاب والتحديات اللي هم بيواجهوها، فكان لازم اللي إحنا إدارة الطلاب تعمل على شغل وقت فراغهم، ترسيخ القيم والمبادئ الدينية، تنمية الثقافة الرياضية لديهم. نعم. حب الاطلاع، حب القراءة، العمل التطوعي من خلال برامج الخدمة العامة، كل ده بتقدمه إدارة رعاية الطلاب. طيب احنا لما نيجي نقدم الخدمات دي كلها لأبنائنا الطلاب بنحتاج مجموعة خطوات ومجموعة عمل بتشتغل، مربوطة بالإدارة في المناطق، مرتبطة بالإدارة المركزية في القاهرة. طبعا لولا الدعم وقيادات الأزهر يعني متفاهمين دور هذه الإدارة والدعم اللي بيقدموه لينا، ما كناش نقدر نعمل كل الكلام ده، اللي هم فعلا فاهمين ان ابنائنا الطلاب لازم لنا احتويهم. العملية التعليمية لوحدها، اللي هو هيخش ياخد المادة وهيطلع يروح البيت يذاكر ويرجع تاني ياخد المادة بتاعته ويطلع، دي هيعمل في نوع من الرتابة والفتور عند الطالب. فلازم الأنشطة الطلابية دي هي اللي بتساعده على هذا. فأنا بعمل أنشطة طلابية من خلال مجموعة بقى من المسابقات الرياضية داخل المعاهد، داخل الإدارات التعليمية على مستوى المنطقة. لحد دورنا احنا هنا كإدارة رعاية الطلاب بيقف، تيجي تكمل بقى الإدارة المركزية على الطلاب، تعمل بقى منافسات على مستوى الجمهورية. المنافسات دي ممكن تكون في القاهرة، ممكن تكون في الإسكندرية، من خلال برضه الخدمات الأخرى اللي بتقدمها الإدارة، اللي هي بيوت الشباب. احنا عندنا بيت شباب في أسوان، عندنا في الأقصر، عندنا في الغردقة، عندنا في بورسعيد، عندنا في الإسكندرية، عندنا في القاهرة في 15 مايو. فبنعمل الألعاب دي على مستوى الجمهورية. دي ليست لها، بس عايز أوضح إن بيوت الشباب ليست لها علاقة بالأزهر. لا، دي بيوت شباب خاصة بالأزهر. بالأزهر؟ أزهر. دي بيوت شباب أزهر. غير بيوت الشباب. لا، أنا كلامي كله منوط بالأزهر. بقول لك دي حتة برضه ناس، أنا عندي بيت شباب في أسوان. عندي في الأقصر. ده في أسوان، اللي هو داخل المنطقة الأزهرية. داخل المعهد. بس ده منفصل عن المعهد. بس هو في المحيط بتاعه. المحيط. بس ده مستقل. انا لسه كنت هكلمك على دول. دي ما بيوت، ما انا بقى عشان الشيء بالشيء يسكر يعني. فهي جايه بيوت الشباب دي خاصه بالازهر. دي مرتبطه بس في حاله التنقلات، ولا لو طلاب مغتربين بيقيموا فيها، ولا ايه؟ بيوت الشباب دي اما رحلات للطلاب المتفوقين، او رحلات للطلاب المغتربين، تنظيم المعسكرات. لا، اتكلم لو طلبه بتدرس في الازهر ومغترب. لو طلبه بتدرس في الازهر ومغترب بيقدم طلب
خلاص، وبيتوافق عليه اللي هم يقعدوا فيها في بيوت الشباب. ممتاز. الطلاب المغتربين. خلاص. دي إقامة بإعاشة. إقامة بإعاشة. أحيانا في إقامة وأحيانا إقامة بإعاشة. حسب ما يعني حسب متطلبات يعني. عندنا مثلا مسابقة يوم واحد فمش هتكون فيها إعاشة. خلاص هي بس محتاج إقامة إن الطلبة يخشوا ويغيروا والكلام ده كله ويجهزوا. لا أنا مثلا لما بسافر إسكندرية فده يتطلب إقامة بإعاشة. فعندنا المسابقات، نبدأ بالمسابقات هم بتوع الطلاب المرحلة الثانوية، إن الطالب إن بياخد مركز على مستوى الجمهورية، فبياخد بتضاف له درجات تضاف للمجموع بتاعه. الطالب اللي ياخد مركز على مستوى الجمهورية بياخد درجات تضاف على المجموع بتاعه، فبتفيده في البتاع دي. درجة مسابقات الحاف، مسابقات جماعية، كرة القدم، كرة الطايرة، كرة اليد، كرة السلة، مسابقات فردية زي ألعاب القوى، تنس الطاولة، اختراق الضحية، الجمباز. دي بالنسبة للمرحلة الثانوية. بنين وفتيات، نحن بفضل الله برضو شغالين في مسابقات الفتيات عادي، بنلعب كرة قدم وكرة يد وكرة سلة، وبنصفي على مستوى الجمهورية وبنشارك ومسابقات كرة. والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية نفس المسابقات، نبدأ من هنا بنعمل مسابقاتنا في الاستاد أسوان وبنشتغل عليها بتاع. ده بما يخص النشاط الرياضي، ان انا بنمي الطلاب، بحببهم في المهارة، بشتغل معهم في وحدات تدريبية بتشتغل مع الطلاب. عندي مجموعة من المدرسين بيتعاونوا بغض النظر عن شغله معلم تربية رياضية، لا بيشتغل كمان معايا مدرب. يعني ممكن يشتغلوا بعد الظهر في بعض المعاهد اللي عندنا ملاعب وانشئت داخل المعاهد الازهرية، بيشتغلوا فيها حصات تدريبية للفئة الرياضية اللي احنا اخترناها بتاعتنا. عندنا الشق الثاني الانشطة الاجتماعية والثقافية. الإدارة دي معني بيها يعني مدرسو التربية الرياضية؟ لا، مع مدرسو التربية الرياضية والاخصائيين الاجتماعيين ومشرف التغذية. دول الثلاث فروع اللي تحت إدارة رعاية الطلاب. فدول كلهم متواصلين طبعا مع في ربط مع الإدارات الثانية، لأن الإدارات الثانية ما بتستغناش عننا في بقول لك الحفلات والندوات الدينية. يعني مدرس التربية الرياضية إدارته إدارة رعاية الطلاب. طيب هو ده فيما يتعلق بالجانب الإداري. الإداري. لو الجانب الفني عنده توجيهه؟ عنده توجيهه. ده جانب فني. ده جانب فني. عنده توجيهه، عنده يعني موجه أول وموجه عام، عنده توجيهه. في الجانب الإداري ده يعني حضرتك هل مسؤول عن فكرة سد العجز في مدرسة التربية الرياضية ولا ده دور إدارات أخرى؟ لا، دور أنا بالتعاون مع الموجه العام الرياضي. وسد العجز مع الموجه العام الاجتماعي. تمام. يعني بتعاون مع الموجه العام الرياضي والموجه العام الاجتماعي في عملية سد العجز. ممتاز. نيجي للشق الثاني اللي هي المسابقات الاجتماعية والثقافية والدينية، وطبعا دي مهمة جدا لأن دي بترسخ القيم الدينية عند أبنائنا الطلاب. تعليم السيرة النبوية، حب القراءة، حب الاطلاع. أنا بعمل لهم مسابقة أوائل الطلاب، بعمل نوع من التنافس، بعمل لهم مسابقة الخطابة، بعمل مسابقة في الخطابة، بنجيبهم عندنا في الإدارات وبنصفي، وبعد كده بيجوهم في المنطقة وتبقى في لجنة موجودة وبتقيم الأعمال، الخطابة، الشعر، الإنشاد الديني الفردي والجماعي، بنعمل مسابقات في القصة القصيرة، أعمله أبحاث اجتماعية، الطالب والطالبة المثالية، كل دي يعني بتنمي في أبنائنا الطلاب القراءة والاطلاع والثقة بالنفس ويعني ايه وتنميه قدرات بدنيه وقدرات ذهنيه عنديهم اللي انا بنميهم، واكتشاف المواهب والمبتكرين. يعني ممكن يكون في واحد عنده موهبه او مبتكر هو مش حاسسها، انا لما بشوف القصه بتاعته او بشوف طريقته في الانشاد فبنشتغل عليها وبننميها وبنطورها. جميل. وفي تواصل مع القاهره اللي احنا بنرفع الحاجات دي اول باول للقاهره، وبنبعت الابحاث للقاهره بتتقيم برضه في القاهره، بيكون ليهم مكافآت وليهم جوائز. عندنا برضه شق تاني اللي هي الفرق الكشفيه. بنشتغل عليها الفئه الكشفيه بالنسبه للبنين الكشاف وبالنسبه للفتيات الزهرات والمرشدات. لسه كان في دوره زهرات ومرشدات يعني معموله في الغردقه بشباب الغردقه على مستوى الجمهوريه، وكان مشارك معلمتين من عندنا من اسوان فيها، بنجيبه من كل المناطق معلمتين او حسب الكثافه الطلابيه بتحدد، ممكن منطقه معلمتين، ممكن منطقه اربعه خمسه حسب الكثافه في المناطق، وبياخدوا دوره كشفيه بتشرف عليها الجمعيات جمعية الزهرات والمرشدات، وبيدوهم شهادات. دي بيجوا بدورهم، بنعمل احنا بقى زي هذه الخبره بالظبط، بنعمل ورش عمل صغيره مع بقى المعلمات وايه ونشتغل عليهم. نفس قصه الزهرات كان بتبقى فيه دورات تدريبيه للمدربين والمحكمين في الالعاب الرياضيه، نعمل دوره تدريب العاب قوه تتعمل على مستوى الجمهوريه، دوره تدريب كره قدم، دوره محكمين تنس طاوله، وهكذا. بيجي
المتداول من القاهرة ده أو داعي من تكريم ده من مدير المنطقة الأزهرية ده دافع تكريم، كان من رئيس دولة الإدارة من المركزية. ده كان الطلاب بتاعنا ماخدين المركز الأول في اتحاد الطلاب على مستوى الجمهورية، فكنا بنسلمه لرئيس الإدارة المركزية دكتور سيد. نعم يعني كان برضه من الحمد لله الإنجازات بتاعتنا أول مركز أول على مستوى الجمهورية ممتاز. اتحاد الطلاب. وطبعا كنا في برضه نشاطنا في مشاركة تعاون مع الشباب الرياضة، فكان في مشروع السنة دي بيننا وبين الشباب رياضة العروض الرياضية بنين وفتيات للمرحلة الإعدادية، كان في 25 طالب 25 طالبة، دول هم دول بتوع المعسكر الرياضي ماخدين مركز ثالث على مستوى الجمهورية. جميل المنافسة مش خاصة بالأزهر، أزهر تربية وتعليم والمدارس الرياضية، ممتاز. فكانت منافسة شرسة شوية، والحمد لله احنا ماخدين مركز ثالث على مستوى الجمهورية بتاع. وطبعا بتكون مسابقة اختراق الضاحية، كانت بتكون في اسكندرية، بيشارك فيها 6 طلاب بيجوا مسافة 7 كيلو، فالحمد لله برضو يعني كنا بنحقق فيها مراكز. فجميع الأنشطة اللي بتقدمها رعاية بتختار الطلاب، الطلاب ازاي او الطالبات؟ اختيار الطلاب بيبدأ بقى بعدة مراحل. انا بنظم المسابقة، تنظم داخل المعهد، تمام داخل المعهد انا ما يعني ده دور المدرس التربوي دي داخل المعهد، ثم بعمل مسابقة داخل الإدارة التعليمية، انا عندي 6 إدارات تعليمية، بعمل مسابقة داخل الإدارة التعليمية، من خلال بقى الإدارة التعليمية ببتدي الايه الانتقاء من الإدارة التعليمية من خلال المدرسين. أنا عندي مدرسين ماخدين دورات تدريبية في جميع الألعاب، يعني عندي في كرة القدم عندي أكتر من مدرس، عندي في تنس الطاولة، عندي في ألعاب القوى، عندي في كرة السلة، عندي في كرة الطايرة هكذا. فبشكل لجنة من المدرسين اللي هم دي لجنة الانتقاء، بيختاروا المنتخب بتاع المنطقة، بنشتغل معاه بقى وحدات تدريبية لحد ما نبدأ ايه تيجي ميعاد المسابقة، بتبقى ميعاد المسابقة عندنا محددة مسبقا يعني، فبنشكل الفرق الرياضية بتاعتنا من خلال هذا، يبقى بيكون الانتقاء من أول من بداية من المعهد ثم من الإدارة، ثم أنا بعمل التصفية بتاعتي على مستوى المنطقة وبختار الفرق الرياضية بتاعتي. ممتاز، كلام عظيم جدا. طيب عايز أتكلم على برضو الحوافز التي تقدم لهؤلاء الطلبة، يعني عندنا نوعين من الحوافز، حافز مادي وحافز معنوي واجتماعي. الحافز المادي بتكون فيه جوائز مالية للفرق الحاصلة على المراكز الأولى، نعم، سواء داخل المنطقة أو على مستوى الجمهورية. الحافز المعنوي الفرق الطلاب المتفوقين بتكون لهم رحلات صيفية ترفيهية في المدن الساحلية، ممتاز. دي بقى بتعملها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، بتعمل رحلات أفواج بتطلع بالتناوب. احنا بنقول لك عندنا بيت شباب في اسكندريه، عندنا بيتين شباب في اسكندريه في سموحه وفي ميامي، وعندنا بيتين شباب في بورسعيد، وعندنا بيت شباب في الغردقه الحمد لله يعني افتتح لي سنتين في الغردقه، عندنا بيت شباب ففي جميع المدن الساحليه عندنا بيوت شباب. فبتكون فيها بقى رحلات دي بقى يعني حوافز وحاجات ترفيه وتشجيع للطلاب المتفوقين. صحيح يعني انت هتسافر اسكندريه وتبقى طبعا رحله يعني كامله مدفوعه الاجر من الازهر الشريف، إقامة من اقامه واعاشه وانتقالات، كل هذا من الازهر الشريف. ممتاز ممتاز. فالحمد لله يعني احنا في الاونه الاخيره الازهر الشريف بقى ليه يعني لا ويعني فضيله الاستاذ فضيله طيب. الامام مهتم فعلا بالانشطه الطلابيه يعني. وده باين واحنا حاسين بيه وباين على ابنائنا الطلاب، واعتقد ان هو باين خارجيا، لان الاقبال السنتين اللي فاتت في الازهر الحمد لله يعني صحيح. اقبال طبعا. يعني طبعا عام. فالازهر الشريف الحمد لله يعني ماشي على يعني خطة ثابتة بفضل قيادات الأزهر ومولانا الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب حفظه الله. طيب عايز أتكلم كمان يعني الطلبة اللي هم بيحصلوا على مراكز في الثانوية الأزهرية على مراكز متقدمة، هل رعاية الطلاب بتلعب دور هنا؟ رعاية الطلاب هم في قانون اللي بياخدوا الحافز الرياضي دي مجموعة من الدرجات بياخدوها حسب المركز اللي هو حصل عليه، مركز اول، مركز ثاني، مركز ثالث، مركز رابع، مركز خامس. نعم. دي بياخد درجات تضاف له للمجموع. رعايه الطلاب هنا دورها اللي هي بتعمل تكريم. لا بتكلم على ما بعد التفوق. ما لا ما بعد التفوق احنا دورنا ينتهي يعني على ما قبل. احنا بالظبط احنا دورنا ينتهي بالثانويه الازهريه. ما بعد الثانويه الازهريه احنا هنا بينتهي دور اداره رعايه الطلاب في المناطق الازهريه والاداره العامه. احنا لا كلنا نتكلم يعني لما حد يحصل على مركز اول ثاني هل بيتم تكريمه وبيتعمل احتفاليه؟ ده لازم. احنا عملنا احتفاليه في الصاله المغطاه بتاعت الجيش الحمد لله. بتكلم على ده؟ لا ما بقول لك احنا عملنا الاحتفاليه بتاعت الصاله المغطاه بتاعت الجيش، كرمنا فيها جميع الطلاب
اللي حصلوا مراكز داخل المنطقه واللي حصلوا مراكز على مستوى الجمهوريه في جميع الانشطه الرياضيه والاجتماعيه والثقافيه والدينيه. حتى كرمنا عملنا تكريم للمعلمين المتميزين اللي ماخدين مراكز. ففي انا معلم بيشتغل معايا وبياخد مراكز وبيجتهد. فده لازم انا اكرمه ولازم اشجعه. فاحنا بيكون التكريم للطلاب وللمعلمين. جميل. فحفل التكريم دي اساسيه يعني. كيف استعدت اداره رعايه الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد؟ والله احنا يعني العام الدراسي ان شاء الله يعني استعدينا. طبعا يعني جهزنا الاحصائيات بتاعتنا وابنائنا الطلاب وبنجهز الاجتماع طبعا مع الساده معلمين التربيه الرياضيه والاخصائيين الاجتماعيين. جهزنا خطه العمل بتاعتنا وحطينا الخطوط العريضه اللي هنبدا بيها لان دايما في افضل. يعني احنا السنه اللي فاتت الحمد لله حققنا انجازات بس برضه شايفين عايزين افضل من كده. فجهزنا يعني مجموعه من الاجتماعات ومجموعه من اللقاءات تبدا باذن الله من الاسبوع القادم مع السادة المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على مستوى المنطقة. كلام هايل. استعدادا للعام الدراسي الجديد. كلام هايل جدا. حابب تنصح مثلا الطلبة أو الطالبات وإحنا في بدء عام دراسي جديد في مسألة كيف يتفاعل مع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، كيف يتواصل مع مدرسي التربية الرياضية ومع رعاية الطلاب؟ يعني أنا أنصحهم إن هم ما يخفلوش دور الأنشطة الطلابية أيا كانت، ما يهتموش بالعملية التعليمية لوحدها، لأن الأنشطة الطلابية دي بتساعد الطالب على التركيز وعلى الفهم وعلى يعني توسيع الأفق والإدراك بتاعه. فأنت تواصل مع معلم التربية الرياضية مع الأخصائي الاجتماعي، لو أنت شايف عندك أي موهبة كتابة قصة موهبة رياضية تواصل مع الأخصائي مع معلم التربية الرياضية داخل المعهد بتاعك، وإن شاء الله الموضوع ده هيوصل لنا وإحنا بإذن الله برضه هنتعاون وهنتعاون معاك إزاي إحنا ننمي فيك هذه الموهبة ونكتشفها وتصعد بيها على مستوى الجمهورية بإذن واحد أحد. طيب بالنسبة للحالات اللي حضرتك بتقول بتصرف لهم إعانات، بالنسبة ده شكرا لحضرتك على هذه التذكرة. يعني عندنا صندوق الخدمات الطلابية. نعم. احنا عندنا الطلاب الأيتام معفيين بحكم القانون من المصاريف الدراسية. فطب انت أزهر بتعمل ايه؟ لا احنا عندنا صندوق بقى بنقدم خدمات للطلاب الغير قادرين. احنا عندنا طلاب ابناء ام معيلة، عندنا طلاب مش ايتام بس فقاء، بتعمل بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي داخل المعهد للطالب بمواصفات معينة بشروط معينة بورق معين عايزينه، فالطالب ده بيتعفي من المصروفات كليا، بيدفعش اي حاجة. نعم. بيتعفي من المصروفات الدراسية كليا. فدي ده صندوق اللي بيقدمه خدمات الطلاب، بجانب ان بتبقى فيه اعانات ماليه للطلاب الايتام الفقراء او الفقراء المحتاجين. ممتاز. بتقدم تغذيه مدرسيه؟ بتقدم طبعا. عندنا شق التغذيه، اداره التغذيه برضه تابعه لاداره رعايه الطلاب، بتبقى فيه تغذيه وطبعا دلوقتي ماسك عليها شركه من غير اسم شركات. لا شركات يعني تابعه للازهر يعني. مش 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 الازهر هو اللي بيطلع، لا يعني بيتعاقد مع شركات بيعمل عطاءات وتيجي وجبه جافه لابنائنا الطلاب ووجبه طريه للمرحله الابتدائيه والاعداديه. ايه الجافه زي ايه؟ بتبقى يعني بسكوت بالعجوه بتاع، بيبقى فيه نسب معينه وبتاع، يعني وجبه غذائيه تفيد الطالب يعني. ممتاز. وجبه طبعا فيها يعني بتخش في معامل وبتروح معامل خارج الازهر. نعم. تكشف عليها عشان خاطر ايه؟ ابنائنا الطلاب بياخدوها في جميع المعاهد. جميل جميل جميل. الحصولك على الدرجه العلميه رفيعه كدرجه الدكتوراه في التربيه الرياضيه من جامعه الاسكندريه اتصور انعكست برضه بالإجابة على اداره العمل. الحمد لله. اكيد هو يعني العلم في حد ذاته يعني بيوسع الافق وبيوسع المدارك، وانت بتتعامل على درجه علميه لما بتيجي بتاخدها فبتتعامل تعامل تاني يعني غير مثلا الشهاده الثانويه، غير البكالوريوس بالظبط، غير الدرجه الجامعيه البكالوريوس او ليسانس. فالدرجه العلميه الدكتوراه اكيد يعني بتخليك كثره الاطلاع، فده بيرجع بالعكس الاطلاع والتعامل يعني اللي انت قريتها واشتغلت عليها، اساليب القياده اللي انت تعاملت مع والقياده والتعامل مع الدكاتره بتوعك وازاي بيتعاملوا معاك، يعني اكثر منك خبره وسنا وبتاع، فده كل ده بينعكس في التعامل مع الزملاء، زملاء المدرسين الاخصائيين الاجتماعيين، الزملاء في المجتمع المحيط. ويعني انا شايفها اللي هي اثرت بالايجاب عليا في التعامل وفي مع الاخصائيين والارتقاء بالانشطه الطلابيه على مستوى المنطقه.
بمناسبة يعني في احتفالية هتنظم علشان المولد ولا احنا الاحتفالات القومية والمناسبات القومية والدينية دي حاجة من ضمن اساسيات رعاية الطلاب. احنا عندنا ده ما كل فيش حاجة بتعملوها في الأزهر بقى؟ ما فيش بالظبط، احنا ما فيش احتفالية تعدي المولد نعم 6 اكتوبر رأس السنة الهجرية، اي مناسبات تانية مثلا بتكون في مناسبات، ده غير المبادرات. احنا عندنا مبادرات، انا راقب اخلاقي، مكافحة الفساد دي بنكلف، بنعمل زي مسابقة وبنكلف الطلاب يعملوا بحث فيها، يعني الطلاب يكتبوا بحث عن مكافحة الفساد، زي اسباب مكافحة الفساد، محاربة الإدمان. محاربة الادمان. انا راقب اخلاقي، بنبث كم كم خلق التسامح، المحبة، الاخوة، المودة، الإيثار، وبنخلي الطلبة يشتغل عليه ويعملوا أبحاث عليه ويعملوا مشغولات عليه، وبتتعرض وبتتقيم وبتبقى فيه برضه جميل. هل مكافآت معاد للطلاب. التقوية من أدواركم ولا تبع إدارات المدرسة المعهد؟ مجموعات تقوية للطلبة مثلا. مجموعات التقوية دي بتكون بقى دي بيشتغل عليها المراحل التعليمية، نعم يعني من عندي المعهد. من المعهد مرحلة، مثلا المرحلة التعليم الابتدائي، مدير مراحل التعليم الابتدائي بيشتغل على المرحلة الابتدائية، تأسيس جميل. وتقوية لأبنائنا الطلاب. دكتور محمد احنا وقتنا خلص، لو عايز تضيف اي حاجة سريعا أنا حضرتك. يعني بشكر حضراتكم على هذه الإضافة، وأتحتوا لنا المجال نوضح دور إدارة رعاية الطلاب والخدمات اللي بتقدمها، وأشكر يعني قيادات الأزهر اللي هم برضه مدين المجال لإدارة رعاية الطلاب اللي هي تقدم الخدمات الطلابية، وفي مساحة كبيرة للعمل، الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية. فبشكر قيادات الأزهر على هذا، وبشكر قيادة المنطقة متمثلة في الدكتور سيد حسن حسين، ربنا يبارك له، يعني برضه يعني مساعدنا في هذا العمل ومدينا مساحة من الحرية في العمل، وبشكر حضراتكم جزيلا على ربنا هذا يخليك. اللقاء. دكتور محمد منير، مدير إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسوان الأزهرية، والحاصل على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، نورتنا وأسعدتنا دكتور شكرا محمد. لحضرتك، شكرا كتر لكم، خيرك. شكرا دكتور، شكرا لك. شكرا لك. السيدات والسادة، في الختام أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والتقدير على حسن المتابعة. أشكر زملائي الفريق التقني والهندسي والزملاء بغرفة الكنترول، لهم مني كل التحية وكل التقدير. وأشكر الزميل عطا القاضي الذي أعد هذا اللقاء من صباح طيبة اليوم الخميس. والشكر موصول للزميل انشراح مصطفى مدير التصوير، والإخراج للزميل المخرج خالد مهران. وهذه تحياتي خالد سيد النوبي من أسوان، لكم الحب كله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.